احمد امين. احمد امين حاضر يا احمد. انت بتاجر في الحشيش يا احمد؟ اتفضل. شغال ايه؟ برضه؟ بل حاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومحاولة اختلاق حالة التلبس من جانب السيد مأمور الضبط القضائي، كما دفع بعدم معقولية الوقع على النحو الوارد بالأوراق وانفراد ضابط الوقع بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوى المرافقة له، ودفع أيضا بانتفاء صلة المتهم بالوقعة المسطرة والمضبوطات جميعها، وأخيرا بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم لكونه إقرار غير قضائي وليد الإكراه المادي والمعنوي. بداية سيدي الرئيس، وكما تعلمنا من أحكام عدلكم أن التلبس ما هو إلا حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. الرائد محمد مجدي سطر بمحضره المؤرخ في 24/9 في الساعة 5 مساء أنه أثناء مروره بسيارة الشرطة، وسيارة الشرطة مع المستشار لها هنا معنى، أن السيد مأمور الضبط القضائي يفصح عن أنه ضابط شرطة يسير بسيارة الشرطة، وتحديدا ببندر أبو النمرس على أحد الشوارع الرئيسية بالبلدة، شاهد المتهم يقف ومعه علبة سجائر مفضوضة، رأى ما بداخلها أنه عبارة عن جوهر الحشيش المخدر، قطع من جوهر الحشيش المخدر، وعلى مسافة لم يحددها لنا السيد مأمور الضبط القضائي بتحقيقات النيابة العامة. ولكن نرجع مرة أخرى إلى سيارة الشرطة. الضابط خارج من المركز يا ريس ومعاه سيارة الشرطة، والمتهم إن المفترض على المحضر المسطر وعلى زعم ما زعمه السيد مأمور الضبط القضائي ان المتهم يقف ويتاجر في المواد المخدره. الضابط شاف اللي جوه علبه السجاير اللي ماسكها المتهم، والمتهم ما شافش سياره الشرطه يا ريس. يبقى انا النهارده السيد مأمور الضبط القضائي اراد ان يختلق حاله من حالات التلبس بما زعمه بالمحضر، وايضا اقر ان المتهم السيد مأمور الضبط القضائي اقترب وترجل من سيارة الشرطة، وما أن اقترب من المتهم قام المتهم بإلقاء علبة السجائر، وكأنه يقول للسيد مأمور الضبط القضائي أنا مستعد للقبض عليا ودي الحرز اللي معايا. ولكن تعلمنا من أحكام عدلكم وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن المتهم لا يلقي بدليل إدانته نهائيا تحت يد مأمور الضبط القضائي. النهاردة يا ريس السيد مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة المسافة اللي بينك وبين المتهم اللي ايه قد ايه، قال له مسافة تسمح لنا بالرؤية، على الرغم من ان هو حرر المحضر الساعة 5 وتم سؤاله في تحقيقات النيابة قال لك الواقعة حصلت الساعة 4. يعني بالنهار يا ريس، يعني سيارة الشرطة واضحة يا ريس. النهاردة لما يجي يقول ان المتهم يقف، وتعلمنا ايضا من احكام عدلكم ان المتهم بالاتجار في المواد المخدرة لديه من الحيطة والحذر ما يكفي. النهاردة سعادتك المتهم عدوه الاول والاخير ضابط الشرطه او امين الشرطه او اي حاجه فيها بوليس يا ريس. يبقى يجي النهارده سيد مامور الضبط القضائي في عز النهار ماشي بسياره الشرطه في مواجهه المتهم، وهو شايف المتهم وشايف الحشيش والمتهم مش شايفه نهائي، اراد ان يختلق ويصطنع حاله من حالات التلبس ونلتمس البراءه. أحمد أمين براء. رفعت الجلسة.